ومساكم الله بالخير لكم يتابعنا عبر شاشة روتانا خليجية وبرنامجكم اليومي ساعة شباب. بدينا كلجة ما في مشكلة. عموما بنبدأ معاكم ببداية برنامج ساعة شباب وأشياءنا اليوم، وكالعادة منوعة وفقراتنا منوعة ومواهب منوعة وإبداعات منوعة في تقديمها معاكم كابتن ريما ولميا غالب. أكيد مساك الله بالنور يا كابتن ريما، ومساء الخير على كل اللي يتابعونا على قناة روتانا خليجية في بداية حلقة جديدة معاكم برنامجكم اليومي، أكيد برنامج ساعة شباب اللي بيكون معاكم دائما وأبدا من الأحد للخميس من الساعة 4 للساعة 5 بكل فقراتنا المتنوعة، وأكيد أخبارنا اللي بنجيب لكم أخبارنا اليومية اللي بتكون من حول العالم. واليوم في بداية برنامج ساعة شباب كالعادة نطرح عليكم موضوع وتشاركونا أنتم بإجاباتكم اللي تظهر خلال الشاشة أو عبر شاشة روتانا خليجية وفي برنامج ساعة شباب. اليوم الموضوع اللي طرحناه، يعني أنا صراحة أول شيء أشكر العنود كل الشكر أنها طرحت موضوع زي هذا، ولأنه صار بالنسبة لنا خاصة في المملكة العربية السعودية نوعا ما مؤذي وشباب غير مسؤولة من خلال السواقة. طبعا كل العالم عارفين أن إذا بتسوق سيارة يعني في قوانين لابد أنك أنت تمشي عليها تحافظ أول شيء على سلامتك وسلامة الآخرين. فمن خلالها طرحنا موضوعنا لليوم. طبعا اليوم سؤالنا كان سواء كنت السائق أو الراكب في السيارة، لأي مدى ممكن تهتم بقواعد الالتزام والسلامة أكيد والمرور؟ طبعا بنلاقي بعض الأحيان في ناس صراحة ما تهتم بقواعد المرور والالتزام فيها، ما نعرف هي ليش الأسباب، بس إذا كنت أنت أحد الأفراد الراكبين في السيارة لازم تكوني مركزة كثير مع السواق أو مع أخوك أو مع أبوك اللي بيسوق وتنتبهي لقواعد الالتزام. قواعد التزام جدا بسيطة، يعني أقلها أنك تلتزم بربط حزام الأمان، يعني ما راح تخسر شيء حقيقة لو مشكلة اللي يغمك. إحنا بنتكلم على موضوع، إحنا ما نتكلم بس تحديدا في السعودية، طبعا قواعد السلامة موجودة لأنه في سيدات يسوقوا خارج المملكة وشاشة روتانا الكل يتابعها من جميع مناطق الدول العربية. فإحنا لو تكلمنا على السعودية طبعا راح نجيكم في الكلام، بس خلونا نشوف الهاشتاج، خلونا نشوف الردود ونقول أول الردود معانا كانت، يلا نبدأ. أول شيء سماهر علي تقول إذا كنت القائد شيء أكيد، إما إذا راكب لا بس بهتم للقائد أنه ما يمسك الجوال لأنه يوتر ويهتم بالسرعة المحدودة مو نطير سوا. أما هذه سالفة مسكة الجوال والواحد يسوق هل يتوتر لوحدها؟ الحين بنوقف أنا وأنت بعد شوي بنسولف. أحمد فخرجي يقول الالتزام بقواعد وآداب المرور يساعد في حل اختناقات المرور ويساهم في الحد من وقوع الخطر لا سمح الله، فيجب الحرص على الالتزام، ونتمنى الحرص على الالتزام يا أحمد. يا عيني يا أبو حميد جعلك إن شاء الله تكون منهم، يعني مو بس كلام تلفزيوني يا أبو حميد. عموما أروز بير تقول أهتم مني أهتم بالتزام السائق بالقوانين وأنا عايشة الحياة التريق وأضحك وأمزح بس عيني عنده روح ما بعدها روح وهو مسؤول عن كل روح. يا عيني يا القصيدة على السريع. طيب ونقول هتون الأمير تقول أهتم بها الأبعد مدى، لأن لو أن الناس جعلوا التقييد بالأنظمة والقوانين نصب أعينهم لتلاشت الفوضى وأصبحوا من أرقى المجتمعات، والله عليك يا هتون. ومو بس في القوانين القيادية، يعني في قوانين كل حياتك لابد أن يكون عندك قانون تمشي عليه. زمان يقول أحب الالتزام بالأنظمة، دائما أعاتب أخواني إذا مسكوا الجوال أثناء القيادة أو ما ربطوا حزام الأمان. طيب اربطوه وش بتخسرون؟ وهذا اللي قلناه من البدايه، بتخسرون اذا ما ربطوه وكل شيء بيد الله، حياتهم او السياره تروح او صحيح. رهف غزه تقول بما اني راكب فانا لا اتقيد بقواعد المرور. صحيح يا رهف، بس يعني ممكن تساعدي اللي بيسوق، ساعديه بالقواعد انه انتبهي عليه شويه وهو بيسوق، مو ترفع ايدك من النهايه مالك دخل. وفا تقول لازم نلتزم بقواعد المرور للامن والسلامه لان يكون في اطفال مع الراكب. لا هي مو بس عشان اطفال، يعني وفا مع احترامي لك وكلامك رائع وجميل، لكن نضيف عليها مو بس الاطفال، كل راكب، يعني هذه حياه مي بسهله. يعني ابسط الامور، انا قبل شوي وانا جايه على الاستديو الشارع فرعي، يعني شارع فرعي او خط الخدمات هو ضيق اساسا وفي مواقف، عشان انت لا توقف السياره بعيد وموقفها ورا يعني بنص الشارع تقريبا، فاوريدي صار الشارع
عبارة عن مخرج لسيارة واحدة وقفلت الشارع على الناس، هذا واحد. اثنين، للأسف الشديد أن في بعض الناس وكثير منهم وخاصة من بعض الشباب المتهورين جدا أن ما يسوي حساب يلمية للشخص اللي ماشي جنبه، تلاقين فجأة يعني حتى لو يسمونها يسقط عليك، خلينا نقولها بالشكل العامي يعني يسقط عليك فجأة. طب إذا أنت مو بخايف على روحك، في ناس موجودة في الشارع أهليهم ينتظرونهم، عندهم مستقبل، ليش أنت تكون سبب في أنك أنت تنهي روح شخص أو أنك أنت ممكن تدخل أحد مستشفى أو حتى على نفسك تخوف أهلك عليك عشان والله موعد ما تلحق عليه. موضوع طبعا لا أحكي لك لمية سالفة الحين كلنا عارفين أن في السيارة في الإشارة اليمين واليسار، هذه تقريبا عند بعض الشباب مو معترف بيها أساسا، مو شايفها أساسا بالسيارة، وكأنها مي موجودة، يدخل يمين وروح يسار وغير السرعة وغير بعض الشباب كمان اللي يستفزني سوري لما يمشون لك جنب بعض وبوسط الشارع وفاتحين شباك عن شفتوا بعض، ها لا شخبار يقدر يسلم على بعض وينسلي وراهم ماشيين بالضبط، صار مجلس ما بقالهم إلا القهوة والشاي ويقعدون مع بعض بوسط الشارع، خلاص اكشتوا ويجلسوا بوسط الشارع وفكونا يعني. أكيد طبعا كابتن، ولازم نذكر أنه في شباب كمان يقدر يصوروا بجوالاتهم سناب شات ويمسكوا الانستغرام ويتصفحوا الجوال والإنترنت وهم في السيارة وهم بيسوقوا، وهذول كثير صراحة يستفزوني وأنا بكون يعني مع السواق وبشوفهم ماشيين ومسرعين ومو رابطين حزام أمان، لا وفوق ده كله يصوروا سناب شات ويعني عارفة تحس لا ويصور اللي حوله معاه بالسيارة وناسة ماخذينها لو بنتكلم إيه يعني غير اللي يلعبون طبعا بالألعاب يعني والله كلام صراحة ما أدري إيش نقول لكم عليه. لا إنه في ناس أنا لازم أذكر خبر، سوري قطعتك، بس لازم أذكر خبر قريته عن ساهر، كان أول بس إنه يلتقط صورة للسرعة، لكن الحين ساهر صار فيديو متعدد المواهب بالضبط مثل ما قلتي، صار يصورك وأنت سرعة أو رابط حزام الأمان ولا لا، وبتاكل في السيارة ولا ما بتاكل، وكمان كم المسافة اللي بينك وبين السيارة اللي جنبك. عاد لا وصيكم يا شباب، ساهر زمان كان ساهر. الشباب عارف ايش يسوون، كنت تاخذون صورة تسوون كذا، لا الحين حركي يعني صار فيديو، فحاول تخترع سالفة جديدة، فانتبهوا على نفسكم يا جماعة، ما في داعي نندم ندم العمر كله مقابل انك انت مسرع، مقابل انك انت غير مسؤول في شارع عام، في أرواح كثير حولك، فخاف الله في نفسك قبل كل شيء ثم في الناس اللي حولك، ونكمل رأيكم على هالموضوع ونقول نشوف الردود اللي معانا. مع ريهام ما تقول بما أني أنا الراكبة أكيد أمشي على القوانين وأنظمة ولا يصير لينا حادث، ونقول هذا ما كتب الله لنا، تحياتي ليكم ويسعد مساكم. أكيد لازم نأخذ بالأسباب يا ريهام، أكيد في كمان مشكلة كمان عند البنات يعني كمان السواقين، لو نتكلم تحديدا عن السعودية عندنا مشكلة كبيرة في هالموضوع بس نتناقش فيها بعد شوي. مشاري أحاول قدر المستطاع ألتزم لأني باكلها بعدين لو ما التزمت. يعني يعجبوني الشباب اللي يعترفوا انه محتاجة محاولة بياكلها بعدين، عارفة يعني ساهر، حوادث، تغيير سيارة. ران لمية تقول إذا كنت قائد للسيارة طبعا رح أكون مهتمة لسلامتي وسلامة اللي معي، أما إذا كنت راكب ومع أخواني فهنا مالي غير التشهد على روحي. بعد الشر عليك يا الله عليكم إن شاء الله. مريم تقول كثير أهتم وغالبا أكون مهتمة أكثر من السواق ومدري وشو إيه مناحة، سيب الجوال من يدك وانت بالطريق حتنتهي والحمد لله احسن كذا تتأدبوا. يا ساتر فرحانين على الموضوع البنات. مها الدوسري تقول بما انه انا راكبة اهم حاجة عندي السائق ما يقطع الاشارة ويلتزم بالسرعة المسموح فيها، لانه في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. وصح عليك يا مها. وين نروح لشذا الورد تقول الأمن والسلامة بما أني راكبة راح ألتزم قدر المستطاع بقواعد المرور وأشجع القائد على الالتزام بعد، ولا بنزل بنص الطريق. تهديد، هذا تهديد. آخر ردود اليوم معانا من الحناية، الصراحة أحب الالتزام بالقواعد والتقيد بها خوفا على نفسي وعلى اللي معي، وفوق هذا شيء جميل أنك إنسان منضبط وملتزم بقوانين بلادك. جميل يا حناية. الشغلة اللي أنا كنت بتكلم فيها سالفة السواق، أنت كمان بدورك إذا أنت كنتي موجودة في السعودية، طبعا إذا أنت خارج السعودية أو داخل السعودية، إذا كنت تسوقين فلا بد أن يكون عينك على السائق خاصة، لأن في
بعض السائقين غير انه يكون جديد على البلد او خلينا نقول ممكن يكون متهور، فانت في اللحظه هذه انت اللي تكونين قائد لانك انت اللي راح توجهينه، يعني لا نقعد احنا كمان كبنات قاعدين ورا بالسياره وكل وقتنا على الجوالات ومو منتبهين مع السائق اللي قاعد يسوق، سواء كان سائق يعتبر اخوك او سائق يشتغل معاكم وهو اللي يقود السياره، فلا بد ان احنا كسيدات كمان نكون حريصين. وعلى فكره كمان يا شباب احب اقول لكم ان الاحصائيات المعروفه ان المراه قياده امنه اكثر من الرجل في العالم. هذه احصائيات من طلعتيها؟ لا هذه احصائيات مو انا اللي اطلعها، هي موجوده طبعا، موجوده متاكده منها. متاكده انا ما اقول شيء انا مو متاكده منه. حلو. فحطوا في بالكم زين ان احنا اذا سقنا نسوق صح، لاننا نتقيد ب طبعا القوانين اللي تكون موجوده. هذا بالنسبه للاحصائيه العالميه. فهذه كانت فقرتنا وهاشتاجنا، وهذا كان طبعا سؤال اليوم في هاشتاج ساعه شباب، اتمنى يكون عجبكم، واتمنى اكثر انكم تلتزموا بقواعد المرور والانظمه عشان سلامتكم اولا وسلامه الناس اللي بتكون معاكم. ودائما وابدا لا تنسوا تتواصلوا معنا على ايميل البرنامج الظاهر على الشاشه، وكمان هاشتاج ساعه شباب على تويتر. مرحبين بكل ارائكم واسئلتكم. فقراتنا مكمله لكن حنروح فاصل قصير وراجعين. وصلنا معكم لفقرتنا من برنامج ساعة شباب، فقرة شباب هاوي. في هالفقرة من خلالها نشوف شباب وشابات هاويين قدروا أنهم هم يترجمون هوايتهم في أرض الواقع ويبدعون فيها ويوصلون اسمهم وصوتهم وهوايتهم لكل الشباب والشابات اللي زيهم، وكمان للعالم كله، سواء على المستوى أو الصعيد المحلي أو الصعيد الخليجي، ويطلعون لفوق دائما. اكيد طبعا. واليوم معانا شابه حبت الفن التشكيلي واختارت القزاز تحديدا عشان تظهر عليه ابداعاتها. اسمحوا لي ارحب بضيفتنا لليوم الرسامه لجين معادي. اهلا فيك بساعة شباب. اهلا وسهلا، شرفتينا. الشرف لي. بدايه لجين، خليني اسالك، يعني متى تحديدا اكتشفتي موهبتك وبداتي تنطلقي في هذه الموهبه؟ اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم، حابه اشكر قناه روتانا الخليجيه على استضافتي مره اخرى، وحابه اشكر برنامج سناب شباب ساعه شباب على استضافتي. اكيد هذا وجهك لانك مبدعه. تسلم. احنا ما ناخذ الا المبدعين في برنامجنا. حبيبتي. طيب اول شيء طبعا انا بدات ذا المجال لما درست الماده في الكليه، مره حبيتها. طبعا اصلا انا عندي هوايه الرسم من وانا صغيره، فحسيت انه ده المجال دعمني لانه طلع شيء نادر، شيء له قيمه وجميل. جميل. طب لجين، لو نتكلم عن سالفه القزاز، ليش اخترتي القزاز في الفن التشكيلي؟ انا حبيت القزاز، اكثر ميزه تعجبني فيه يعني في القزاز انه هو فيه خاصيه الشفافيه. تعجبني مره، احس فيه رقي، فيه نعومه، وفي نفس الوقت فيه فخامه. صحيح طبعا، فخم جدا، فخم القزاز. طب انا بسالك، يعني هل تعتمدي انك ترسمي على القزاز بالالوان ولا بتنحتي على القزاز؟ كيف بتظهري اللوحه الفنيه بالنهايه في القزاز؟ ناس كثير قالت لي انه ليش لجين ما تعمل الالوان في القزاز او تخلي القزاز مثلا ملون. لجين ما عجبها غير انه هو قزاز شفاف، العمل يكون كلاسيك، مره احلى، ليه قيمته وجماله. وبتختاري النحت عليها ولا ايش بتعملي بالضبط؟ ايوه، بحفر بجهاز اسمه دريل، احفر على نفس الرسمه اللي ابغاها على القزاز. طب لجين، اكيد واجهتي شغلات معينه لانك تقعد تعملين مع ماده حساسه. صح. فهذه الماده يعني في يوم من الايام طاحت شيء، صار شيء تعيدي من اول وجديد، قد صار لك موقف خلاص خلصتي كلها وما بقى عندك ولا شيء وكلها وبيتصور كان وين دقه خفيفه راحت تفشفش طبعا قلبي معاه بس خلاص. طيب وش تسوي طبعا تعيدي من اول؟ ايوه يعني انا غالبا الصراحه ما اتحمس اني اعيد نفس الشيء، فتلاقيني خلاص. لا كم قزازه تنكسر عليك تقريبا في اليوم؟ لا وانا بعمل، لا الحمد لله ما عملت، يعني ممكن تنشطب شطب خفيف فممكن اتفاداه بنفس الحفر.
أيه؟ بس انه تنكسر لا خصوصا انها ماده جدا حساسه يعني اي غلطه في النحت ممكن الرسمه كلها تضيع غلطه بتنهي الموضوع ما في شيء تمسحي فيه صح ما في شيء تمسحي فيه وهذا كمان يعني شيء مميز اكثر وبيصعب عليك الشغل اكثر بيظهر ابداعاتك فيه طب خليني اسالك يعني انت عندك معرض صغير ضم فيه جميع اعمالك صح حابه انك توصلي وتطمحي بعد المعرض هذا لايش ان شاء الله طبعا حابه اوسع نفسي جدا يعني حابه يكون لي براند خاص باذن الله كمان حابه انه توقيعك وكذا هو في كل عمل لازم توقيع اي عرفتي هيك حتى فنجان كاسيو والعالم توصلين ان شاء الله توصلين طب لجينا يعني كل فنان او كل شخص عنده هوايه ايش ما يكون نوع هذه الهوايه تلاقين في شخص يعتبر بالنسبه له هو مصدر الالهام او هو نقدر نقول عليه القدوه او هو اللي حمس هذا الشخص انه يبدا في هالهوايه لو جاي من نقول الهامها في الفن التشكيلي الصراحه لا تقولين يعني... انا اكيد استضافتي هذه طبعا لا كثير يعني ما اقدر احدد شخص في كذا احد يعني ستة الله يخليها لي جدا دعمتني كثير من صحباتي بنات عمي بنات عمتي زملائي حتى في العمل لما يشوفوا شغلي استمري رائع واحنا نقول لك استمري صراحه جدا يعني انا حبيت ساعة شباب اللي مسويتها على القزاز هنا وهنا برضو الاناره الفكره انها حاطه عليها هذه ممكن تستخدميها إيه تستخدم ايوه حقيقه تحفه يعني ممكن تحفة. تحطينها يعني تقدرين تحطين فيها مويه عصير اكثر حاجة. من استخدام صحيح والله لو جاي ما انت بهينه بسم الله عليك يعني احنا نتمنى نشوفك ان شاء الله في معرض كبير كذا باسمك مو بس على المستوى المحلي كثير غيرك ومن شبابنا وشاباتنا السعوديين وصاروا للعالميه والعالميه يعني سهله ان شاء الله مع الاصرار يا رب طب لجين خليني اسالك يعني عشان كل اللي بيشوفونا وكل اللي حابين وعندهم فكره وطموح وحابين انهم يوصلوا له ايش الطرق اللي بتستخدميها عشان توصلي لاهدافك يعني كان هدفك انك يكون لك براند خاص فيكي ومعرض جدا كبير طب ايش بتسوي عشان توصلي لهذا الهدف الصراحه يعني انا احب اطور نفسي في كذا حاجه يعني مثلا اخذ دورات حتى لو ما تتضمن يعني زجاج بس مثلا في الخط يعني احب اخذ دورات ثانيه ثاني شيء الممارسه حتى لو حاجه قد كده بس دائما تشتغلي تمارسي لانه هذه بتخليكي تعملي الشغل في اسرع وقت وبدقه حلوه غير كده دائما يعني العين دائما تشوفي صور رسمات تتعلمي منها طب كم ياخذ معك يعني لو نقول مثلا على مستوى الكاسه هذه الحين كم تاخذ من الوقت معك عشان شو هو أي. اصلا اساسا اللي يحكم التصميم نفسه اي فكل ما كان اشياء تتليج اكثر كل ما ياخذ وقت اكثر احنا الحين شايفين لميا شايفين بعض الصور لاعمالك حقيقه جدا جميله بس انا بعرف هذه نحطيها على قزاز صح الاسود هذا اللي من ورا هذه خلفيه انت تحطيها ورا القزاز تقدري تغيري الالوان هذه طبعا تلعبي في الالوان أيوة بس القزاز تحبيه انه يكون شفاف ما تحبي انك تدخلي الالوان وهذا حقيقي شيء فكره مبدعه لدرجه انه اي احد اذا شاف شغلك برا او في اي مكان ممكن يعرف انه هذا شغل لجين معاذ يعني خلاص صارت متميزة. العلامه متميزه فيها صحيح. لا وعارفه ايش اللي حسسني انها بسم الله عليها كمان شاطره وعندها رؤيه انها مسكت الانديه المحليه فسويتي شغله الاتحاد وسوي للهلال والاهلي و الى اخره ففي ناس كثير عندنا مهووسين وعشاق للكره والان صارت مو بس للرجال يمكن كمان صار في فتيات كمان متابعين للدوري السعودي فاستغلالك لهذا الموضوع انك انت تدخلين لقلوبهم من ناحيه انك انت تنتجين على حسب النادي او الفريق اللي يشجعه بس خلينا كمان نتكلم عن سالفه السوشيال ميديا هل جين مثلا تعرض امورها في حسابات في السوشيال ميديا او في اماكن مختلفه كيف توصلين تميزك هذا وكيف توصلين ابداعاتك هذه للناس ايوه الان انا حاطه في الاكونت في انستغرام حاطه كل اعمالي وكمان اقبل طلبيات على الواتساب ان شاء الله يعني مستقبلا في سناب شات كمان حاب يعني دائما انه اشوف ما في مستقبل الان الان خلاص ادخل معارض يعني احاول اشترك في ايفنتات ان شاء الله يا رب طب هل فكرتي انك تبيعيها وتكسبي منها مقابل مادي؟ ايوه نعم انا ببيع يعني اقبل طلبيات طبعا ابيع والله حلو اكثر الطلبيات تجيكي على ايش؟ لوح اكثر من ال تسوين طيب اشياء مثلا كسر. للاعراس للحفلات أيوه. ويطلبونها منك طلب ولا؟ ايوه كاسات فناجين شاهي فناجين قهوه ايوه بالطلبيه طب الوقت التصميم كميه على حسب طبعا انا ححدد
كم الكمية بالوقت على حسب التصميم نحدد الفترة. إذا كانت مثلا الكمية هذه نقول تأخذ معلوجين، يعني يختلف مثلا انك تاخذين واحد اثنين عن انك انت مثلا تسوين شيء لخمسين شخص ولا لستين شخص؟ صحيح والله الى الان الى الان ما جاتني طلبيه بدال عدد 50 ل 60، دائما تكون 4-5 بالكثير يعني، فمو مره تاخذ مني وقت كثير يعني. طب ايش الافكار الجديده اللي طرحتيها؟ للحفلات او للاعراس اذا عندك؟ ايوه عندي للحفلات، انا مره يعني الاكثر طلبيا اصلا اللي هي كاسه العروسه والعريس. صحيح لاحظ دائما بالذات في الاعراس والحفلات والمناسبات يحب انهم يكونوا متميزين يعني. صح. لازم يكون شغل خاص فيهم موجود عليهم اساميهم. طب انا بعرف يعني هل في احد بيساعدك على هذه الموهبه؟ بتوفري خامات ما بتلاقيها هنا، بتطلبيها من برا السعوديه مثلا، فكرتي انك تعملي شيء مو موجود اصلا عندنا هنا، شيء غريب؟ ايوه انا عندي فكره. يعطينا الفكره عشان نسبقها انا ولميا. حقولها ان شاء الله للناس الخاص حنفيدها ان شاء الله. خلينا التوثيق. شفتي التوثيق اللي صار بتويتر؟ انت الحين فكرتك هذه قاعد توثقينها من خلال شاشه روتانا. ان شاء الله يا رب. حسوي سلاسل واساور قزاز، طبعا نحفر عليها الاسم، تاريخ، كلها يعني هي تكون معدنيه ونفس الاساس قزاز عليه فريم معدن. وتوقيعك انا ما اعرف شيء. توقيع ايوه لازم التوقيع عشان تضمني حقك في كل شيء. طبعا هذه تكون المستقبل يعني ان شاء الله يا رب باذن الله. الفنانه التشكيليه لجين معاذ تشرفنا فيك اليوم في ساعه شباب، ونتمنى لك كل التوفيق وانك تقدري توصلي لكل طموحاتك واحلامك في اقرب وقت يا رب. يا رب لي الشرف، شكرا. موفقه يا رب ان شاء الله. كلمه اخيره حابه تقولينها؟ الله يعطيكم العافيه وشكرا لاستضافتي وجدا فرحني دي. وان شاء الله نشوفك مشاركه في معارض دوليه بعد كذا باذن الله. انت بخير. تسلمي حبيبي. وفي كثير زي اللجين من شبابنا وشاباتنا المبدعين والهاويين اللي قدروا انهم يترجمون احساسهم ويترجمون افكارهم في ارض الواقع. فقره شباب هاوي انتهت، لكن برنامج ساعه شباب ما زال موجود بفقراتها المتنوعه، والحين وبعد شوي بعد الفاصل بنرجع لفقره الاخبار المنوعه. وصلنا معاكم لفقرة الأخبار المنوعة اللي نجيبها لكم من السعودية ومن الخليج ومن العرب ومن العالم كله في فقرة الأخبار المنوعة، في تقديمها كابتن ريما ولم يا غالب. يا وبنبدأ يا لموش بخبرنا الأول واختراع سعودي 100%. هذا الفكرة عربت التطهير اللي جت عن طريق العميد ركن عبد الله بن فهد الخريجي وقائد سلاح الدفاع ضد الأسلحة أو أسلحة التدمير الشامل للقوات البرية، وأيضا المقدم المهندس عبد الله بن عبد الرحمن المجلي مدير الشؤون الفنية لسلاح الدفاع ضد أسلحة التدمير الشامل للقوات البرية، ومن تنفيذ وتصميم الإسناد للتجهيزات العسكرية. اللي حصل طبعا ويمكن كثير ما يعرفونه، لكن إذا رحت على هالمعرض راح تعرف أكثر عن هالموضوع، اللي هو إذا زرت معرض القوات المسلحة لدعم توطين صناعة قطع الغيار، اللي فعلا انبهر كل من كان موجود بعربة تطهير أسلحة الدمار الشامل اللي كانت موجودة واعتلتها جملة صناعة سعودية، وهذا نموذج من العربة اللي هي تطهير أسلحة الدمار الشامل، وهي فكرة وصناعة سعودية. وعربة التطهير الميداني هذه تعتبر من أهم المعدات العسكرية في المواقع المستهدفة ومناطق القتال، وتأتي في المرحلة الثانية بعد أي هجوم. الله يحفظنا وإياكم إن شاء الله، ويحفظ هالبلد وديننا قبل كل شيء من كل شر. آمين يا رب العالمين. وبكذا مشاهدينا خلونا ننتقل لخبرنا الثاني. طبعا خبرنا الثاني عن إنجازات شاباتنا السعوديين ودخول الفيلم السعودي المهرجان كان والعالمية بإذن الله قريبا. طبعا حصول فيلم مونوكير الذي كتبته وأخرجته المخرجة السعودية مرام طيبة على دعوة من مهرجان كان السينمائي واللي حيقام في مايو 2016
2019 لعرضه ضمن زاوية الأفلام القصيرة. طبعا مخرجة الفيلم كانت تبغى أنها تصنع أفلام عن المملكة السعودية العربية السعودية لكي تظهر للناس طبيعة الحياة في السعودية، ودعمت جامعة دار الحكمة مرام ماديا لإنتاج هذا الفيلم. مونيكير فيلم قصير يصور الحياة في السبعينات في السعودية، وتجري أحداث الفيلم في جدة عام 1974، ويروي قصة الزواج اللي طغى عليه العادات والتقاليد. طبعا استغرق الفيلم عاما كامل من الكتابة وإعادة الكتابة والتمثيل أكيد والتصميم والتصوير، وهو من تمثيل علي الشريف وسارة بالغنيم وآمنة فطاني. وننتقل إلى شيء يمكن يعتبر غريب أو هو معروف، ولكن ليش الغرابة في هالمسافة أو هالبعد؟ الأسباب لما تطير من كندا إلى أمريكا ليش دائما تكون المسافة أطول من العادة؟ صار في دراسة وبحث قالوا أن هالموضوع، وأشاروا فيه الباحثين إلى أنه الاحتباس الحراري تخيلوا يسرع تيار الرياح ويزيد من سرعة أو ساعات الرحلة الجوية وتكاليف الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الطائرة. وقالت هالدراسة كمان أن الرحلات اللي إلى بلدان الغرب ستتصارع مع الرياح القوية، في حين ستكون الرحلات المتوجهة إلى الشرق أقصر وأسرع، ولكن لن يضيع عليك عناء السفرة الطويلة التي استغرقت في بداية الأمر. فهذه بس الرحلات لكندا وأمريكا، هذه هي طبعا يفرق شوي فيها الوقت. ففي ناس تقول ان ليش يعني انا طلعت مثلا نقول المره اللي راحت بعدد ساعات معينه هالمره صارت اطول، فهذا هو السبب من خلال الباحثين اللي قالوا عن اختلاف التوقيت أو زيادة طول الرحلة. وخلينا ننتقل من أمريكا إلى الصين. طبعا الصين المشهورة بالاستنساخ، يعني الحمد لله الصين ما سابت شيء إلا استنسخت منه أشياء بيشون لميات. عموما الصين الحين انتهت من بناء نموذج عن دبي وعن مدينة دبي على أحد جزرها في بحرها الجنوبي. طبعا قررت أنها تنتهي من هذه الجزيرة اللي تشتمل على منتجعات وناطحات سحاب وحمامات سباحة وأسواق تجارية، وطبعا تشبه إلى حد كبير تقسيم مدينة دبي في الإمارات. طبعا كان الهدف من بناء هذه الجزيرة أنها تستهدف الكثير والأعداد الهائلة من السياح من الصين التي تتجه صوب دبي وشرق آسيا أكيد طبعا. ويمكن للمدينة هذه أنها تستوعب أكثر من 65 ألف سائح في وقت واحد. طبعا تستقبل، يعني هي ما خلتها بس للصينيين الموجودين في الصين، كمان الموجودين في شرق آسيا اللي من دول اليابان وكوريا، كمان سويت لهم مرفأ للسفن يقدروا يجوا من شرق آسيا على هذه الجزيرة، وعشان لا يروحوا لدبي كثير ويبعدوا في الصين. دبي لا سموها جزيرة فينيكس. اي اوكي اشوى، يعني ما بقيت على باقي على الاسم. هم دائما يستنسخوا ويغيروا الاسم شوي، عرفتي؟ والله ما شاء الله عليهم الصينيين والياباني ما خلوا شيء. يعني خلينا نتكلم على الصينيين تحديدا، يعني صحيح معظم صارت صناعاتنا وحياتنا صينية، وصارت الجودة كل مالها قاعدة تشوفينها. يمكن زمان لما تقولين صناعة صينية والله ما خذيتها، هذا بيقعد معي يومين ثلاثة وروح. لا الآن اللي اختلف الموضوع أن الاجتهاد اللي قاعد يقوم به الفرد الصيني أنه ينتج شيء صيني، ولكن صار ينافس كمان المنتجات الأمريكية واليابانية اللي هي تعتبر ككواليتي رقم واحد الصناعات في العالم. مع ذلك صارت الصين تعتبر المنافس. صحيح، يعني هم لما شافوا الأعداد الهائلة من الصينيين بتروح لدبي فقالوا لا نحن نستقطبكم عندكم عندنا ونجيب لكم دبي عندنا وتقعدوا عندنا ما تخرجوا مننا أبدا. والله ما في شيء، ما فأتوقع يعني مدينة دبي قدرت ما حد يقدر يقلدها ولا الصين تثبت نفسها في فترة وجيزة جدا، وصارت للعالم كله إلى ما صارت أو أصبحت مدينة سياحية تستقطب أو تخلي كل العالم أو تلفت أنظار كل العالم من كل الجنسيات وكل الديانات. تروح دبي أنت ما تعرف أنت وين بالضبط، يعني تشوف اللي من الصين، تشوف اللي من أمريكا، تشوف اللي من السعودية، تشوف اللي من قطر، تشوف من تونس، تشوف من كل دول العالم، تحس وكأنك قاعد في مدينة جابت العالم كله في مدينة واحدة. فطول ما أنت ما تشوف كل الاختلافات. وكمان يعني الجزيرة هذه حاولت بالطبع كمان أنها تنافسهم من ناحية الأكل، يعني بتقدم لهم كمان الأكلات الصينية والشرقية والغربية، يعني حتى الأكل موجود في الجزيرة، يعني ما لكم عذر يا الصينيين. بالضبط، فخلاص
تقعدوا على الصين وخلونا دبي الله يعافيكم. عموما الان طبعا معنا تقرير للاستاذ الاعلامي تركي العجمه من برنامج كوره اللي من خلاله امس استضاف صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن مساعد الرئيس العام لرعايه الشباب. راح نشوف من خلال هالتقرير ابرز ما حصل في هذا اللقاء. اليوم عبد الله بن مساعد لك 18 شهر تقريبا في هذا المنصب، وش سويت؟ وش غيرت؟ ايش قدمت للشباب الرياضي في سنه وست اشهر؟ انا باي شاب مثلا عنده هوايه مهما كانت يلقى في رعايه الشباب احد يدله كيف يمارسها، كيف يحسن من 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 من, من ممارسته لها، وين احسن المدربين، وين احسن الاماكن اللي يعمل فيها هذه الهوايه. هذه دائره اتوقع ان احنا في رعايه الشباب بنركز عليها في المستقبل. عندنا الان وقعنا مع افضل الاستشاريين في العالم لدراسه افضل التجارب التعامل مع الشباب في العالم، وين التجارب الناجحه، وحرصنا ان يكون في بيوت خبره محليه. فان شاء الله وعدنا احنا مجلس الاقتصاد والتنميه انه في الجلسه الجايه لنا بنروح بنقول لهم ايش تصورنا لدور الشباب، وعشان نحققه دورنا بالنسبه للشباب وايش الامكانيات اللي يحتاجها من الدوله. وهذا كان مقتطفات من أبرز ما تحدث عنه صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد رئيس عام رعاية الشباب لزميلنا وأستاذنا الإعلامي تركي العجمة في برنامج كورة، واتكلم عن اللي راح يصير من مخططات مستقبلية في رعاية الشباب. وبكذا مشاهدينا انتهت فقرة الأخبار والمنوعات، لكن برنامج ساعة شباب مكمل معاكم بعد الفاصل. وصلنا معكم في فقرتنا الأخيرة من برنامج ساعة شباب، والفقرة اليوم اللي دائما ما يبهرونا شبابنا بالأصوات الجميلة، يمكن دائما نسمع نقول يا الله زمن الأصوات الجميلة راح، لكن من خلال هالفقرة نثبت لكم أن ما زالت هالأصوات وأصحاب القامة الجميلة اللي وإنت تسمعها وإنت تسمعينها تستمتعين بأصوات ما زالت موجودة من الزمن الجميل، تلاقونها في فقرة المواهب الفنية من برنامج ساعة شباب. والموهبة اللي معانا اليوم طبعا بدأ الغناء في سن مبكر وحرص كمان أنه يتعلم العزف على أكثر من آلة موسيقية. اسمحوا لي أرحب بالفنان معنا عبد الله، يا هلا فيك ساعة شباب. شرفت فيكم والله. شرفتنا اليوم. بداية معنا خليني أسألك، يعني نحن ذكرنا أنك بديت الغناء في سن مبكرة، نبي نعرف متى بالضبط ومين شجعك على الغناء؟ والله بدأت ممكن وأنا في المتوسط. والله شجعني أصحابي و أهلي طبعا، مو كلهم، بعض من أهلي شجعني والبعض. أنت الحين تخرجت؟ أيوه خلاص الحمد لله. يعني والله ما شاء الله بديت صغير صغير، هو دائما يبدأ من الصغر يكون قدام. بس الجيتار اللي لسه قريب تعلمت له، بس الأغاني طبعا لي فترة طويلة أنا بغني. طب ليش يا معن، يعني شوف الآلات موجودة كثير وغالبا كل إنسان يختار آلة معينة، وأنت اخترت هالآلة الجيتار، ليش مع انساب كل الالات وقال لا انا ببدع في ذا الاله؟ طيب اوكي، انا شفت طبعا الات كثير زي البيانو زي العود زي الجيتار، في اكثر من اله زي ما قلتي. ايه بس طبعا خرجت كثير وشفت كثير، بس سمعت طبعا الاوتار كيف مع الجيتار والصوت مع الجيتار والاغاني. ايه فانجذبت للجيتار اكثر شيء. طب وتعرف تعزف على الات ثانيه ولا بس الجيتار؟ والله قاعد احاول اتعلم البيانو. حلو، يعني بيانو وجيتار باختلاف وتنويع جميل جدا. طب ايش حتسمعنا يا معن؟ متحمسه لما ابى اسمع ابعد الفقره المفضله عندك هذه. ما عليك يلا معن سمعنا على ذوقك. اول شيء ذبحني الليل. ذبحني ايش؟ ذبحني الليل. ذبحني الليل يلا نسمع ذبحني الليل. Thank you.
ذبحني الليل بدونك والله ما اقدر وحيد وللهموم السهر اشوف الويل انادي وصوتي رجع لي حبيبي وانا والك لي اذا دار الزمن فينا ودافعنا وتأذينا نروح لشارع الذكرى نلف فضلة تلاقينا أروح وانطرك كل يوم يدي من الحضن محروم أروح وانطرك كل يوم يدي من الحضن محروم زارت دار يا بدر بقلبي ما يبطل نوم تعالوا سكت ظنوني تريد تشوفك عيوني تعيش شلون من دوني تعيش شلون من دوني الله الله. أول ما بديتها بديتها بهوتيل كاليفورنيا صح؟ أيوه. كيف أنا معك ابن موسيقي ولا لا؟ طبعاً يعني أنت كانت لك كمان تجارب في التلحين، أبعرف هذه الألحان قدمتها لنفسك ولا قدمتها لغيرك؟ والله لسه على بداية طبعاً وطبعاً جاني ناس أعطوني كلمات بس لسه عشان في بداية الموضوع ده فصاروا يرسلوا لي كلمات مثلاً في الواتس. يرسلوا لي الكلمات هذه يقولوا دخل عليها لحن عندك عادي أي شيء. فانا بدخل وارسل لهم وان شاء الله قاعد اشوف انه في تفاعل معي. ليش ما فكرت انك تلحن لنفسك وتاخذ كلمات وتلحن اغنيه خاصه بحاول فيه؟ بحاول اسوي طبعا الحين ابغى اشوف كلمات طبعا الناس تجيب لي كلمات وانا بدخل عليها لحن وانزلها سير في اليوتيوب او في الانستا وزي كذا. طب معنا الحين يعني ما شاء الله الساحه الفنيه صارت موجوده، السوشيال ميديا صار قاعد كل يوم يطلع لنا مواهب من كل القطاعات وخاصه من الفن. مع خاطره يوصل لوين في زحمه الفن اللي الحين قاعدين نشوفها وناس كثير قاعد تحاول توصل صوتها الفني للناس وتثبت نفسها بهالمجال، مع ان الحين تو بدايه مشواره يبغى يدخل مع العالم يبغى الناس تسمع صوت معا ويبغى يوصل لوين معاً. طيب عشان اول شيء اكون متميز عن غيري طبعا لازم اتعلم اكثر من اله موسيقيه. يعني ممكن دحين اتعلمت على الجيتار بعد اتعلم على بيانو بشوف اكثر من شيء اتعلم عليه. طبعا لو حاولت اني اتعلم الالات هذه اللي انا بتكلم عنها بعدين انا بحاول ادخل اشياء من عندي كلمات من عندي عشان اكون متميز عن غيره. يعني انت مع انه الفنان لازم يكون يعرف يعز العزف على اكثر من اله موسيقيه، يعني الصوت ما يكفي لازم كمان يكون فنان في العزف. الصوت ما دخل الموضوع الصوت مو كل شيء بس برضه لكن هذه اشياء يعني بتحسن في الصوت او بتغطي اشياء في الصوت لما يعني بتعطيك دعم اكبر انت بس انه ما نقدر نقول انه لابد ان الفنان يعزف لان في فنانين كثير غير عازفين لكن وصلوا من خلال انتقاء الكلمات انتقاء اللحن اضافه الى ذلك الصوت وانت ما شاء الله يعني عندك الميزتين الصوت والعزف بس هو مو يعني انا بشوف انه مو كل شيء صح يعني الواحد لما بيغني وبيعزف بس حلو لما تكون متميز لانه مثلا الالات الموسيقيه هذه بتدخلني جو اكثر يعني لما بتغني بتدي الانسان احساس اكثر وتدخله جو اكثر خصوصا ريما اذا كنت بتعزف وبتغني في نفس الوقت تعرف انت بتمشي على اي تون غير لما احد بيعزف جنبك وانت بتغني ممكن احد يسبق الثاني صحيح؟ اي نعم يلا نغني يلا نغني يلا شكرا على كل شيء قلت كذب عني وانا اللي غير الخير ما جاك شيء مني واللي علي قلت انا ما توقع الناس باعوني مو انت
اتصور ان انت تتغير، ان انت تتغير. طيب انا اش سويت وفي ايش انا مقصر، وفي ايش انا مقصر. اهديت لك قلبي وخلاص في حبي، لكن على كل ليل يسامحك ربي. اهديت لك قلبي وخلاص في حبي، لكن على كل ليل يسامحك ربي. مو قادر اتصور ان انت تتغير، ان انت تتغير. طيب انا اش سويت وفي ايش انا مقصر، وفي ايش انا مقصر. اهديت لك قلبي وخلاص في حبي، لكن على كل ليل يسامحك ربي. عورت قلوبنا يا والله كثير، عورت قلوبنا يا بسم الله عليك، احساس وصوت ما شاء الله تبارك بس الله. لاحظت شغلة صحيح، ما ادري لاحظتيها معي ولا لا، تميل كثير للاغاني الهاديه. سلو صحيح، الهاديه. أيوه. وخاصه الحزينه. ليش؟ والله من زمان طبعا، انا حتى لما اسمع المغنين اكثر شيء بسمع الحزين، ما كذا احس اني بخش جو اكثر، بدي بخش باحساس اكثر. طب بما انك ذكرت الفنانين، لو نقول لك اعطينا اسامي فنانين انت تشوفهم هذول قدوه معا، او هذول المقربين واللي يحب يسمعهم دائما معا. طيب من كل العالم العربي يعني. او الفنان عبد المجيد. والفنان نوال طبعا ما يحتاج. الله عليك. اكيد طبعا اسطوره الفن الخليجي ما يحتاج. والفنان محمد عبده. لا مع انت انت تحت يد اساتذه كبار بسم الله. اكيد. طب ما فكرت انك تغني شويه طربي قديم؟ نبغى نسمع شيء طربي. ما فكرت؟ قد دخلت يعني قديم، بس يعني اكثر شيء القديم تحسيه يزبط على العود اكثر. صحيح، يعني بتخش ما يمشي طرب مع جيتار. اقدر اخش طرب بس يعني ما بيكون زي كذا يعني مره قديم. هذا تزبط مع العود مع البيانو والاشياء دي ممكن تزبط. طب خلينا نتكلم عن قرار الغناء، ابعرف قبل ما نسمع بس هل في احد ساعدك على انك تتخذ قرار الغناء، وكيف كانت ردود افعال الناس من حولك؟ والله اول شيء في طبعا كثير ساعدوني، في كثير دعموني، اكثرهم اصدقائي طبعا بشوفهم في كل مكان ما شاء الله بيدعموني وكل شيء، واشوف ردود الناس طبعا لي كلها طبعا ردود ايجابيه، ما تجيني ردود سلبيه ولا اي حاجه. طبعا من الاهل مو كلهم طبعا، في محاربه شويه في البيت. ناس ايوه وناس لا. هذا طبيعي في كل مجال، مو بس على المستوى الفني. لكن كمان يا معن في شغله كمان نبغى نعرفها، ولازم اللي قاعدين يشوفونا في برنامج ساعة شباب ومحبين برنامج ساعة شباب، واللي أن معن الحين ناوي يدخل على الثقيل، يعني بيطلع أغنية جديدة أكيد وبتنزل إن شاء الله للسوق. إن شاء الله بإذن الله. تعطينا كذا خلفية شوي، نسميها حصريات ساعة شباب اليوم عشان إذا نزلت بعدين، عشان إذا نزلت نقول إن إحنا أول من أعلننا عن هذا الموضوع للفنان معن عبد الله. في طبعا الكلمات جاتني بس يعني اللحن أبغى أحاول أجيب لحن مرة يعني لحن يلفت أنظار الناس. فقاعد أجيب لحن زي الناس فلسه ما كملت. أنت بتكون ملحن للأغنية؟ أيوه بنزل اللحن أنا. طبعا الكلمات بتجيني من شخص أعرفه. فانا حابه ادخل عليها اللحن وانا اغنيها. طب ما تحس انها فيها شويه مجازفه كاول اغنيه وانت تلحنها؟ في بس يعني بحاول انا طبعا اتمرن بالعكس عشان اكون برضو مختلف عن غيري. ما حاولت مثلا انك انت نقول تبدا بملحن مثلا هو يلحن لك وزائد اضافه لكلمات معروفه وبعدين مثلا تبدا في التلحين؟ ممكن عادي بس كان عندك وجهه نظر. بالعكس بالعكس، احس معن متمكن اكثر انه هو يلحن لنفسه لانه عارف طبقه صوته وخامتها، فبيعرف اللحن اللي بيمشي على نفس صوته. اي لا بس في البدايه احس كبدايه احس بالبدايه حلوه ممكن. انك تلحن لنفسك. انا اتوقع نبغى نسمع، ما نبغى نتكلم احنا اليوم. انا اجيب شيء طبعا من عندي كذا و
ترى إذا احتجت أنا ممكن، أنا ملحنة جيد، أنا بفهم كل شيء. هذا كله سؤالك من البداية. عشان تلحني له خلاص شيء حصري إنه ريما راح تلحن لك أغنيتك الجديدة. طيب نحن اكيد حنختم معك الحلقه. الفنان معنا عبد الله، شرفتنا اليوم في الاستديو وامتعتنا بصوتك واحساسك وعزفك الجميل. نتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله مستقبل زاهر باذن الله. ان شاء الله. يلا ايش حنختم معك باغنيه بتغني لاحد الفنان معين؟ بغني اغنيه انا بلاياك، اعتقد اغنيه عبد المجيد برضه او ماجد المهندس. طيب كذا احنا حنختم بعبد المجيد عبد الله والفنان عبد المجيد عبد الله، طبعا بيغني لنا بعد شوي وعلى ما يقولون ختامها مسك مع الفنان قريبا ان شاء الله معا عبد الله. كذا انتهت او انتهى توقيت برنامج ساعة شباب، لكن مستمر معاكم دائما وابدا ان شاء الله من الاحد لين الخميس من الساعة 4 لين الساعة 5 بتقديم كابتن ريما ولم يغالب وطلعت سندي. واكيد لا تنسوا انكم تتواصلوا معنا على ايميل البرنامج الظاهر على الشاشه وكمان هاشتاج ساعه شباب على تويتر. مرحبين بكل ارائكم اسئلتكم، عندكم اي شيء حابين انكم تتواصلوا معنا فيه تقدروا ترسلوا لنا على ايميل البرنامج وكمان هاشتاج ساعه شباب على تويتر وان شاء الله راح نرد عليكم قريبا. وكذا اقول لكم فمان الله. يلا حنسمع الحين انا بلياك غيرنا عبد المجيد لماجد الفنان الكبير ماجد المهندس. أنا بلياك إذا أرمش إليك تنزل ألف جمعة وإذا أتنفس بدونك أحس وياك النفس واجع يسألوني حبيبك وين وظل حاير شجاوبهم ويقولون اللي ساكن ساء لا بصدق طاوعهم يسألوني حبيبك وين وين وظل حاير شجاوبهم ويقولون اللي ساكن ساء لا بصدق طاوعهم هذا أنا حالي صار إن أنت مو يمي حسيت ضيم الكون مخبوط ويدمي هذا أنا حالي صار إن أنت مو يمي حسيت بضيم الكون مخبوط ويدمي يا أغلى ما عندي مليت أنا لوحدي كنت بحلم فزيت والحلم شي رجع